اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تفعيل توصية منتجات تناسبك. نقوم بالضغط هنا على تطبيق شئان، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على جهات الاتصال المفضلة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إشعار الرسائل الجديدة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على توصية منتجات تناسبك. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل توصية منتجات تناسبك. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر لايك.